في ريف حمص عثرت قواتنا المسلحة على 4 أنفاق في بساتين كفرعاية، 3 منها بطول 500 متر والنفق الرابع بطول 1500 متر. للوهلة الأولى يحضر إلى أذهاننا عند رؤية هذا المنظر الحياة الريفية الهادئة بكل تفاصيلها، إلا أن المشهد انقلب رأسا على عقب ببصمات إرهابية عكرت صفوها. من سطح الأرض إلى باطنها بدأت الرحلة مع أبطال قواتنا المسلحة الذين أعادوا صفو هذه الأجواء باكتشافهم لأربعة أنفاق كانت جحورا مظلمة للإرهابيين ليبدلوا وجوه إجرامهم المتعددة. خلال التمشيط في مزارع كفرعاية تم اكتشاف 4 أنفاق، النفق الأول بطول 1.5 كيلومتر يحتوي على آلة لسحب المعدات والسلاح ونقل الإمدادات للمسلحين، تم العثور عليها ومن خلال التقدم تم العثور على 3 أنفاق أخرى بعمق 3 متر متصلات ببعضها البعض مرتبطة باتجاه طريق جوبر تل تنقيري مندرين. تم العثور على هذه الأنفاق ويوجد فيها بعض العبوات المتفجرة تم سحبها وتفكيكها. للإرهاب 1000 وجه ووجه، وللحياة دروب متعددة يرتسم أحدها بسواعد قواتنا المسلحة الباسلة التي تسطر صفحات من نور للقضاء على الإرهاب في مختلف أنحاء الوطن.